اختتمت في القاهرة أعمال الدورة 29 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب المصري نيابة عن الرئاسة البحرينية الحالية للاتحاد. ناقشت الجلسات عددا من الأمور الإجرائية والموضوعية الخاصة بعمل الاتحاد البرلماني العربي، كما تم استعراض جملة من المشاريع القوانين الاسترشادية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. الاتحاد البرلماني العربي هو منظمة برلمانية عربية تتألف من برلمانيين يمثلون المجالس النيابية ومجالس الشورى في الدول العربية، ويضم الاتحاد حاليا في عضويته 22 شعبة برلمانية، ويعمل على تعزيز الحوار بين المجالس البرلمانية العربية في إطار تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق جهود المجالس النيابية في المحافل الدولية. أتقدم بجزيل الشكر للأمانة العامة للاتحاد البرلماني العربي وعلى رأسها الأخ العزيز فايز الشعوكة الأمين العام للاتحاد على ما تبذله من جهود ملموسة لدعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المشترك وتنسيق مواقف البرلمانات العربية خدمة لقضايا المجتمع العربي. الزملاء الأفاضل، لقد سبق اجتماعنا هذا عددا من الاجتماعات لبعض لجان الاتحاد التي ناقشت موضوعات هامة ضمن أولويات العمل البرلماني العربي، وقدمت هذه اللجان تقاريرها إلى اللجنة التنفيذية لتكون تحت نظركم ومحل دراسة من جانبكم، وإنني على ثقة تامة بأن اجتماعنا الحالي سيصل بنتائجه ومخرجاته إلى المستوى المأمول.